السلام عليكم. داي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بغيت نهضر فيه على الاف اكس بروفيت، هذا الموقع او هذه الشركه هذه اللي كتقدم لك توصيات بخصوص مجال الفوركس. الناس اللي عارفين مجال الفوركس غادي يعرفون علاش كنهضر وغادي يفهموا مزيان علاش كنهضر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش علاقه بالفوركس، ما عندهمش واحد النظر حول الفوركس، ما غاديش يعرفون علاش كنهضر. ما نقولش كثير في حالك، يعني ما تفاجئ الفيديو، مي بقى معنا في هذا الفيديو هذا باش تعرف هاد الشركة هذه شنو كتقدم وشنو كتعطيك. فحيت ان شاء الله يعني في الفيديوهات القادمة مازال غادي ندير واحد السلسلة خاصة بالفوركس اللي غنبداوها ان شاء الله، يعني هذا هو ممكن تتابعوا الفيديو الاول. غادي يكون بالنسبة للمبتدئين، يعني غادي يكون كورس خاص بالنسبة للمبتدئين، نشرحوا المصطلحات اللي خاصك تعرف، وغنشرحوا حتى بعض الاستراتيجيات اللي غنحاول انني صراحه ما غاديش نقول انني غادي نجيبها من راسي، مي غنحاول انني نترجم لكم من متداولين اجانب استراتيجيات اللي تخدموا بها. واخا على حسب ما شفت واحد الاخ يعني صاحب قناه يعني من الولايات المتحده تاكد على ان استراتيجيه ماشي هي اللي يمكن لك ان تنجح بها في الفوركس. ديما تقول لكم على ان الاستراتيجيه يعني ماشي كتعتبر الجزء الكبير باش انك تنجح في مجال الفوركس. يمكن لك يعني مازال ان شاء الله غادي نهضروا مزيان على هذا الشيء في الفيديوهات القادمه، ما نسبقوش الاحداث ونكملوا معكم هذا الفيديو هذا واللي تتحدث على شركه الاف اكس بروفيت واللي كتقدم لك توصيات مجانيه، توصيات مدفوعه. كاين واحد الفرق ما بين التوصيات المجانيه والتوصيات المدفوعه. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على نسبه ربح يعني خاصه بهذا يعني بهذا الشركه هذه، فما نقدرش نقول لك انايا شوف النتائج انت براسك، تدخل الموقع تعطيك النتائج اللي حصلت عليها، النقاط اللي ربحوها في خلال اسبوع في خلال يوم، وحتى تيشارك معاك يعني حتى يعني اذا دخلتي بالكونت اللي كيتسمى الفري او المجاني، كونت مجاني، فكيعطيك انك تشوف كيعطيك انك تشوف يعني التوصيات، يعني بعد ما تنجح ديك التوصيات تعطيك انك تشوفها بحال التي غريك باش تشري ديك الفي اي بي. ماشي مشكل داري، وغنحاول ان شاء الله نقض عليكم بعض التوصيات في القناه، في المنتدى ديال القناه، ولكن ماشي دابا، لان بزاف الناس مازال ما داخلينش في هذا المجال، بزاف الناس ما تعرفوش بزاف الحوايج في هذا المجال، وما تزربوش تدخلوا في هذا المجال الا ويكون عندك واحد الخلفيه. سبق لي وانني وضعت كورس في 2012، وضعت فيديوهات خاصه بالفوركس. بزاف الناس كانوا يستافدوا منها، بزاف الناس كملوا في ذاك المجال، بزاف الناس عرفوا كيفاش يستافدوا من هذاك المجال. ان شاء الله مازال غادي نعاود واحد الكورس، يعني غادي ندير فيه بعض التحديثات، غادي نصور لكم في هذه القناه هذه بالنسبه للناس اللي بغاو يبداو في هذا المجال هذا. مازال واش مبيح ولا ماشي مبيح، غادي تكون حلقه خاصه حول هذا الموضوع هذا. بالنسبه للروبوتات كذلك غادي نهضروا عليهم، ولكن كيف ما قلت لكم ما غاديش نخلط لكم كامل هذا الشيء في فيديو واحد. فالحلقه ديالنا اليوم اللي خليناها فقط خاصه بالاف اكس بروفيت، الشركه هذه كيف ما قلت لكم على انها انا شخصيا يعني انا بعد ما جربتها يعني جربتها على الكونت الديمو، ما بغيتش نزعم بها في الكونت الريال، ولكن بالكونت ديمو بعد ما انني جربتها لاحظت ان الارباح الخاصه بهذه الشركه هذه هي ارباح جيده. ما في يعني ما كتعتمدش على ريسك بزاف بالنسبه للستوب لوز، بالنسبه للناس اللي تخدموا على ستوب لوز ما كيهبطوش بزاف ديال ستوب لوز، وغالبا يعني كلشي تقريبا كيضرب بي بي، غالبا تلقى واحد 3-4 صفقات مثلا في الاسبوع، من المهم واحد في النهار بعدا كيلونسي واحد 7 صفقات، تقدر تجي منه في السيمانه واحد 4-5 ولا كاع حتى 7 تيجيو خاطئين، وغادي تشوف انت براسك الصفقات اللي تلونساو وتعطيوك حتى الصفقات اللي دابو البروفيت، يعني سواء دابو التي بي 1 ولا التي بي 2 ولا التي بي 3، هاد الثلاثه هادو اللي تضربو، يعني ماشي بالضروره ان الصفقه او ان هاد البوزيسيون تضرب لك يعني البروفيت او لا تي بي 3، فيمكن على انك تسد صفقه على تي بي 1، يمكن لك على انك تسد صفقه على تي بي 2، يمكن لك انك تسد صفقه على تي بي 3. اوكي المهم كيف ما غادي نشرح لكم وكيف ما كتشوفوا معايا يعني في هذا الشرح هذا، غادي نهضروا يعني حتى على الخدمات اللي تقدمها هذا الموقع هذا. ما تقدمش
فقط الخدمة الفي اي بي عنده البلاتينيوم، عنده بزاف ديال الخدمات اللي تقدمها هي خدمات مدفوعة. فكما قلت لكم على ان هاد الشركة هذه كتعطيك واحد يعني التليجرام، الحساب ديال التليجرام. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش تليجرام، الا كنتو باغيين تدخلوا فوركس ضروري من التليجرام. تستافد من المنتديات، بزاف الناس تيخدموا في المنتديات، تستافد بزاف ديال فيما مشيتي تشري يعني التوصيات، فضروري غادي تستخدم التليجرام. حيت يعني واحد 95-99% ديال الشركات اللي كيعطيو ليسين في الفوركس كيعطيوهم سواء في الواتساب، انستغرام، ماشي انستغرام، تعطيهم في واتساب وحتى في تيليجرام. يعني هاد الجوج هادو هما فين تتحصل. يعني كاين حتى شركات تدعمو حتى الايميل، بحيث انه يعني تكون اي توصيه كيصلوها لك في الايميل، ولكن غالب الشركات كتخدم على تيليجرام، كيخدموا على تيليجرام. مهم الخوت، حتى هاد الشركه هادي كيف ما قلت لكم ما تعتمدش على خدمه واحده اللي هي البي اي بي اللي تمتد 3 شهور، كنظن 6 شهور، كنظن 12 شهر. فيمكن لك على انك تشري على حساب الفلوس، كاين يمكن لك تشري يعني الا خشيتي وقال 12 شهر تشريها ب 200 اورو. شريتي خدمه الفي اي بي اللي تتكون يعني 6 شهور، ما عرفتش انا الثمن ديالهم بالضبط شحال دايرين. المهم ديال 12 شهر تشريها ب 200 اورو. ما عندكش هذا الموطور هذا كيف ما قلت لكم وما بغيتيش تخسر باش تشري الفي اي بي، فقط شوف الكونت ديال الجاتوي، هذوك التوصيات اللي تعطيوها لكم مجانا. فهي هذيك التوصيات اللي تعطيك مجانا، ماشي تصاوبوا واحد التوصيات بوحدهم او تدير واحد الاناليز بوحدهم وتعطيهم لكم نتوما صحاب المجاني. لا، هذوك الاناليز اللي تعطى لصحاب الفي اي بي هي اللي تهزوا منها توصيه وتعاودوا يحطوها في 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 الفري. يعني هذيك التوصيات تلقاها في الفري كتلقاها نيشان محطوطه حتى هي في الفي اي بي. يعني الناس اللي خدام في الفي اي بي كيهزوا من شي توصيه وحده كيحطوها الناس الفري، يعني تتكون اناليز وحده. حتى يعني النقاط اللي كتلعب عليهم هاد الشركه هذه، فنقاط المهم ما نقولش انها كبيره، مي نقاط يعني جيده بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا على التوصيات. مازال ان شاء الله الناس اللي تسولوا على التوصيات واش نافعه ولا ما نافعاش، هي مهم غتكون واحد الحلقه خاصه حول هذا الموضوع ديال التوصيات واش مزيانه ولا لا. وان شاء الله من هنا قدام ان شاء الله نحاولوا اننا نتعلموا الاناليز، كيفاش ندير واحد الاستراتيجيه اللي خاصه بنا، وكيفاش يمكننا من خلالها اننا نبنيو حنا استراتيجيه، ما بقاش نعتمدوا ديما على بنادم يعطينا. نحاولوا نبداو حنايا الفيديوهات، او نحاول نبداو حنايا هذيك استراتيجيه من خلال اننا نعتمدوا على بلان خاص بنا حنايا. المهم خوت، اللي بغيت نقول لكم هو يعني الناس اللي بغاو يخدموا في الفوركس مازال ينتظروا مني حلقات في الفيديوهات القادمه. فكيف ما قلت لكم الناس اللي وضعت واحد الشرح يعني اولا شروحات وقال اكثر كاع من 100 فيديو كنت وضعته على الفوركس، يعني في 2012 كنت وضعت واحد الفيديوهات، وكاينين باقيين شي فيديوهات نيت لحد الان باقيين منشورين، ولكن هاد ديال الاطار حيت الناس كانوا يستافدوا منهم بحيث انهم داروا الريفيرال ديالهم داكشي. المهم خوت، ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، خطوت فيه بزاف. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، ولا بغيتي تشوف هذا الاف اكس سينيال بغيتي تستفد منه، كل ما عليك هو تمشي للاسفل في الديسكريبشن، وغتكون مازال ان شاء الله غنوضع لكم واحد المواقع اخرى اللي يمكن لك انك تشري منها لسين او تحصل منها على توصيات. وكذلك غادي نهضروا على لي روبو وكلشي غنهضروا عليه، يعني سواء كورس غادي يبدا من المبتدئين باش نتعلموا ديما. يعني انا نحاول نبارطاجي معكم يعني فقط المعلومات اللي كنعرف انايا على الفوركس وعلى الخبره ديالي، فنحاول نبارطاجيها معكم باش تستافدوا نتوما. وما نقولكمش انكم تحبسوا فقط عندي انا، سيروا بحثوا في منتديات، بحثوا في الفيديوهات على اليوتيوب باش ان شاء الله حتى نتوما تطوروا من المهارات ديالكم. فنتمنى دايما نتمنى خوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش كليكيو على لايك اسفل هذا الفيديو ومتابعه القناه من خلال الضغط على سبسكرايب اسفل هذا الفيديو. كان معك خالد السمو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.